القانون المدني المصري 131 لسنة 48 متقسم لثلاث أبواب. الباب الأول أحكام عامة بيتكلم على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. أنت الشخص الطبيعي، أنا وحضرتك الشخص الطبيعي. الشخص الاعتباري يا إما يبقى شخص اعتباري خاص أو شخص اعتباري عام زي الشركات، قطاع الأعمال، الوزارات، فبيفرق بينهم. والشخص الطبيعي ده أو الاعتباري عشان ألزمه بأداء شيء معين لابد أن يكون هناك مصدر لهذا الالتزام، يعني ما أقدرش أقول له هات كذا أو اعمل كذا إلا ما يكون في سبب من أسباب الالتزام. وأسباب الالتزام في الباب الأول مذكورة على سبيل الحصر، عقد، في عقد بيني وبين شخص طبيعي أو شخص اعتباري، عقد بيني وبين شخص طبيعي إن هو يبيع لي شقة وأنا أديله الأقساط. فأول مصدر من مصادر الالتزام العقد. العقد ده ليه شروط معينة، لازم يبقى فيه رضا، ما يبقاش فيه إكراه، لكن أساس الالتزام في العقد الالتزامات المتبادلة، بمعنى إن أنا ليا الحق في الحبس. يعني إيه الحق في الحبس؟ يعني أنا مشتري شقة من عقار من صاحب عقار، ملتزم بتسليمي هذه الشقة بتاريخ معين، وفي شرط فاسخ صريح علي أنا كمشتري إن أنا لو ما دفعتش الأقساط في مواعيد محددة هيطبق الشرط الفاسخ الصريح. والشرط الفاسخ الصريح ده حكم القاضي فيه تقريري مش منشئ، يعني طالما تحقق من وجود الشرط الفاسخ الصريح يفسخ العقد إذا تأخرت في قسط من الأقساط، لكن بشرط إن المؤجر أو المالك يلتزم معايا، بمعنى إن لو هو هيسلمني في 1/11/2019 وما سلمنيش ليا حق إن أنا أحبس هذه الأقساط. فأول مصدر من مصادر الالتزام عقد بيني وبين شخص طبيعي أو شخص اعتباري. واصلة لغاية كده؟ الحاجة التانية من مصادر الالتزام العمل غير المشروع. يعني إيه العمل المشروع غير المشروع؟ في عمل أنا مسؤول عنه شخصياً، ماشي بعربيتي عملت حادثة فأنا مسؤول عن أعمالي الشخصية. في عمل غير مشروع مسؤوليتي عن التابع بتاعي، أنا في مصنع ليه أنا ما باجي أرفع دعوة في حادثة قطر وأطلب التعويض، بدخل وزير النقل والمواصلات على أساس ده مسؤولية التابع عن المتبوع، رغم إن هو وزير النقل مش سايق القطر، اللي سايق القطر تابع لوزير النقل. ثالث مصدر من مصادر الالتزام اللي هو الإسراء بلا سبب. يعني إيه الإسراء بلا سبب؟ إن أنا أدفع حاجة ليك بسبب سبب قانوني معين ويزال هذا السبب. بمعنى إيه؟ مثل من الحياة الواقعية، زوجة رفعت دعوى نفقة على زوجها، أحكام النفقات واجبة النفاذ، حكم أول درجة واجب النفاذ، من الأحكام الواردة على سبيل الحصر اللي يجوز فيها النفاذ، عكس باقي الأحكام لازم حكم نهائي عشان تنفذ. الزوجة قامت بتنفيذ الحكم وتحصلت على 30-40 ألف جنيه من الزوج، جه الاستئناف المقام من الزوج لغى هذا الحكم، فيجوز للزوج إن هو يسترد ما قام بدفعه لأنه الست أصرت بلا سبب، فدفع غير المستحق. والفضالة، في حاجة اسمها الفضالة، إن أنا أروح أعمل عمل معين وشخص ألاقي لازم أعمل له ذات العمل فدفعت له مبالغ فالمفروض إن أنا بلزمه.
التنفيذ بقى، التنفيذ لهذه الالتزامات، في تنفيذ عيني ان انا دفعت له قيمه الشقه الوارده في العقد المفروض ينفذ لي ويسلمني. طب اقدر ما قدرتش انفذ تنفيذ عيني على الشقه باعتبار ان التنفيذ العيني هو الاصل؟ لا، يجوز ان في سبب اجنبي، العماره وقعت، العقار وقع، فهنا في سبب اجنبي يمنع البائع ان هو ينفذ لي تنفيذ عيني. لا، في بقى حاجه تانية اسمها تنفيذ، التنفيذ بطريقه تعويض، احمله اللي انا دفعته مع التعويض. ده بيتكلم على مصادر الالتزام. في انتقال الالتزام بقى، احنا عرفنا اسباب الالتزام، انتقال الالتزام في حاجة في القانون اسمها حوالة الحق وحوالة الدين. يعني ايه حوالة الحق؟ يعني انا مالك عقار وأجرت الناس وبعدين بعت هذا العقار، فبيحال الحق بتاع المالك الاولاني ليا انا المشتري الثاني، ويجوز ليا بعد الاعلان بحوالة الحق طبقا لنص المادة 305 من قانون المرافعات ان انا اتعامل مع المستاجرين. بمعنى ان لو مستاجر تاخر في القيمه الايجاريه انا استطيع ان انا اطلب اخلاءه. وده هيخلينا نتكلم عن قانون الايجارات. قانون الايجارات اسباب الاخلاء وارده على سبيل الحصر في القوانين الاستثنائيه. المشرع من سنه 47 لغاية القانون 136 في أربع قوانين استثنائية. القوانين دي بتقيد المالك إن هو يخلي العين حتى لو انتهت المدة. أسباب واردة على سبيل الحصر في القانون 136، إيه هي الأسباب دي؟ الهدم للعقار، عقار وقع، التأخر في سداد القيمة الإيجارية، ما دفعتش القيمة الإيجارية وعمل لي تكليف بالوفاء، قال لي أنت عليك فترة كذا وكذا، اترفعت عليا دعوة ولم أمتثل للتكليف بالوفاء، اترفعت عليا دعوة بالإخلة لتحقق سبب من أسباب الإخلة، وهي أول حاجة إيه؟ التأخر في القيمة الإيجارية. القانون منح المستأجر فرصة ان هو لغاية قفل باب المرافعة في الاستئناف ان هو يتوقع الإخلاء بالسداد للقيمة الإيجارية المتأخرة وما استجد منها والمصاريف الفعلية. وكده زي ما بنقول بالتعبير الدارج ده ليه سابقة. يبقى أول سبب الهدم للعقار، تاني سبب التأخر في سداد القيمة الإيجارية، ثالث سبب من أسباب الإخلاء في القوانين الاستثنائية التكرار في عدم سداد الأجرة. المشرع اداله فرصة يدفع القيمة الإيجارية ويدفع المصاريف الفعلية ويدفع ما استجد عليه وبيدي الدعوة رافض، ما بيخلهوش. لكن النهاردة انت في نوع من التعنت من المستأجر والإهمال الشديد في ان هو يوفي بالتزاماته ويقوم بسداد القيمة الإيجارية. حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2018 اعتبر ان مجرد قيد الصحيفة بتاعت التكرار، يعني انا اتأخرت وتوقيت، اتأخرت تاني ففي تكرار، مجرد رفع الدعوة وقيدها في المحكمة، تروح محكمة شمال القاهرة تأيد الدعوة وتاخد رقم، أصبح هنا السداد، السداد التالي لا ينفي حالة التكرار. كان الأول لغاية انعقاد الخصومة في دعوة التكرار تعلنه بالصحيفة وتعيد إعلانه. الهيئة العامة لمحكمة النقض اتفقت على إن التكرار يتحقق بمجرد إيداع صحيفة التكرار. خلاص؟ التكرار فاهمين التكرار ده هو كويس ولا خلي الاستاذ عادل يعيدها تاني؟ التكرار ده ما بيشترطش فيه الشروط بتاع اول دعوه في الاخر،
من غير اعلان. ايوه يعني التكرار. أيوة بالظبط كده. بتنعقد الخصومه في من تاريخ قيد الدعوه. مركزين مع الاستاذ عادل. الـ 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 السبب الثاني من اسباب الاخلاء قلنا التاخر في سداد القيمه الايجاريه. المشرع رحمه بالمستاجر اداله فرصه ان هو يسدد حتى قفل باب المرافعه في الاستئناف، يسدد المتاخر ويسدد ما استجد ويسدد المصاريف الفعليه اللي بيحددها القاضي، يقول له انت عشان الزمت الراجل ده وتعبته ادفع 500 جنيه مصاريف فعليه. التاخر في القيمه الايجاريه بيستلزم تكليف بالوفاء، والمشرع اعتبر التكليف بالوفاء ده جزء منفصل عن الدعوه. بمعنى ايه؟ تقول له انا بكلفك بسداد مبلغ المتاخر وقدره كذا خلال 15 يوم، لو ما دفعتش خلال 15 يوم ولابد ان القاضي يبحث التكليف بالوفاء لانه بيعتبر مرحله منفصله لا تقوم به الدعوة إلا إذا كان صحيح. يعني القاضي الأول إذا كان بينظر في دعوة الإخلاء للتأخر في سداد القيمة الإيجارية لازم يشوف التكليف بالوفاء. التكليف بالوفاء صحيح، لو في زيادات في القيمة الإيجارية جاية في التكليف فلازم يفصل الأول في التكليف بالوفاء، بعد كده يشوف مسألة الدعوة. التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء، التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء وما فيهوش انذار، مجرد ان انا متربص عشان اخد الشقه اللي ايجارها 10 جنيه و15 جنيه في منطقه راقيه، مجرد ان هو يتوقف اول درجه وتاخر شهر شهر بيتحقق التكرار. مجرد ان هو يتاخر اكتب صحيفه الدعوه خلاص واقول الماده 18 من القانون 136 لسنه 81 بتتحدث على ان التكرار اذا تاخر ملهوش انذار ملهوش تكليف، ما بنبهوش زي دعوى الايه التاخر في سداد القيمه، ما بقولوش يدفع خلال 15 يوم، ما بكلفوش بالوفاء. واصله لغايه كده؟ مجرد قيد صحيفه التكرار القاضي إذا تحقق إن في متأخرات بيقضي بإخلاء العيل لتحقق التكرار في حق المستأجر.